السلام عليكم. الثقب الأسود للإغاثة في اليمن عنوان يفتح الباب واسع للأسئلة الممزوجة بالوجع اليمني، حيث كثر الحديث عن العمل الإغاثي وسجلت أرقام قياسية في تكاليف العمل الإنساني في اليمن، غير أن الواقع لا يزال مرا ولا تزال مؤشرات الخطر ترتفع مهددة نصف اليمنيين بالموت جوعا. لم يعد الأمر مجرد تهويل في مزاد المخاوف الأممية أو المنظمات العاملة في هذا المجال. يقول المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: نريد إطلاع العالم حول حقيقة الأوضاع الإنسانية المؤلمة في اليمن، مؤكدا أن الوضع الإنساني المؤلم يهدد حياة 27 مليون نسمة بالمجاعة. في لحظة الحديث المتكرر والمحاذير المتراكمة تغيب الحقيقة الأكثر جلاء ويسقط اليمنيون بجوعهم في دائرة النسيان، حيث يقول المسؤول الأممي أيضا إن أرقام الإصابات في اليمن تعطي انطباعا زائفا عن حجم المأساة التي تشهدها البلاد. بالمقابل تظهر على السطح طبقة ثرية من أثرياء الحرب والمتاجرين بالمواد الإغاثية، فأين تذهب المعونات الإنسانية الداخلة إلى اليمن؟ ومن المتسبب في الثقب الأسود الذي يلتهم قوت اليمنيين وحاجتهم. مشاهدينا الكرام، الأوضاع المأساوية التي يشهدها اليمن وسؤال الإغاثة موضوع حلقتنا لهذا المساء في هذه الليلة، فأهلا بكم. وبداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. إن أزمة الإنسانية الآن وفي كل زمان هي أنها تتقدم في وسائل قدرتها أسرع مما تتقدم في وسائل حكمتها، هكذا تقول المرويات الإنسانية ذات العلاقة بأي عمل إنساني في أرجاء المعمورة ومن بينها اليمن. العمل الإنساني في اليمن يمضي في ظلال الحرب، وتبدو الإغاثة هي العنوان العريض الذي تحدق فيه عيون الأطفال والأمهات بانتظار لحظة إنقاذ إغاثي تخفف من جحيم الحرب والجائحة. الوضع الإنساني في اليمن بين التحذير من المجاعة والإغاثة رهين تناولات وتداولات، من بينها أن ثمة ثقبا أسود يتخلل العمل الإغاثي، بينما يتم الحديث عنه من دعم وأسناد مالي للإغاثة، وبين الفجوات التي تتسع على الأرض التي تنذر بكارثة إنسانية وشيكة. اليمن المنسي لافتة حاضرة على الدوام في نداءات الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة بالعمل الإنساني، ومن بينها 12 منظمة تقول إنها فشلت في الحصول على التمويلات الأساسية لتنفيذ برامجها الإغاثية على الأرض. رقعة الفقر والمجاعة تتسع منذ الانقلاب، وتتسع بالتوازي معها طبقة أثرياء من لصوص السوق السوداء والاقتصاد الموازي للميليشيا الذي ينمو على حساب لقمة العيش المسروقة من أفواه الجياع. حبات العرق على جبين الكادحين هي بالمقابل تحولت إلى سيولة وفلل عرفت بالفلل القرآنية نسبة إلى المسيرة القرآنية، العنوان الفكري للجائحة الحوثية التي رفعت لافتة المقدس الديني لتمزيق المقدسات الوطنية وفي مقدمتها الهوية والجمهورية. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن من جهته قال إن خطة الاستجابة الإنسانية المقدمة إلى الأمم المتحدة خلال عام 2017 شملت طلب تقديم 1.2 مليار دولار، لم يستلم منها حتى الآن سوى 7% فقط. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الدكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات من نيويورك، وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور دحان. مساء النور، أهلا بك معنا. وبداية يعني تعلو وتيرة الأصوات المحذرة من مجاعة في اليمن الذي ربما هذا الشبح يخيم على اليمنيين، برأيك ما الذي يحدث بالمقابل لتلافي هذه المجاعة غير النداءات المتكررة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الكارثة اليمنية أستطيع أسميها هي كارثة الأولى من نوعها في اليمن، وكل التقارير ربما لم تفي هذه الكارثة بحقها. صنفت اليمن ضمن 4 بلدان تعاني من كارثة المجاعة في العالم، وهي الصومال وجنوب السودان واليمن إحداها وشمال نيجيريا. أعتقد بأن الوضع في اليمن كارثي أكثر من أي بلد آخر، كون أن الحرب التهمت الكثير من الموارد، وأيضا هناك لا توجد آلية أممية ولا آلية وطنية لتوزيع المساعدات
الشحيحة التي تأتي من الخارج أو من المجتمع الدولي. فلا أعتقد أن التقارير كانت كاذبة، بل أعتقد بأنها لم تفي الحدث حقه في سرد التفاصيل الكاملة ووضع العالم كله في صورة ما يعانيه الشعب اليمني. نعم. طيب دكتور، يعني في مناطق النزاع ما الذي قدمته المنظمات وهيئات الإغاثة في عمل شيء للمتضررين، خاصة نحن نعلم أن هناك يعني جهات مخولة للعمل أصلا في أوقات الصراع والنزاع؟ لما دائما الحجة لم نستطع تقديم مساعدات بسبب الأوضاع الأمنية؟ ما عملها إذن؟ أنا أعتقد بأنه وضعنا اليمني يتميز بسمة خاصة. أولا كما تعرفون بأنه الآليات التوزيع المواد الإغاثية في اليمن كانت غير مستقيمة حتى قبل بداية الحرب، نتيجة لغياب مؤسسات الدولة، نتيجة لغياب يعني الأمن في معظم مناطق البلاد التي كانت تعتبر خارج عن سيطرة الدولة. زاد ذلك الحرب وما تلاها من انفلات شامل. طبعا بالنسبة للمنظمات الدولية هي ليست بديلة لليمنيين أنفسهم الذين يجب أن يكونوا هم الأكثر حرصا على أبناء بلدهم، فهي تبحث عن أماكن آمنة لتوزيع المساعدات، وإن شكت بأنها لن تستطيع أن تقوم بهذا الدور فتتوقف عن التوزيع أو المغامرة كما يسمونها. نعم. فهذا معانيه الآن بالنسبة للآليات الدولية العاملة في اليمن. نعم. طيب دكتور، يعني وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ ستيفن أوبراين صرح يعني في بيان صحفي بأن أرقام الإصابة في اليمن تعطي انطباعا زائفا، يعني هذه الأرقام المهولة التي نتحدث عنها، أكثر من 80% من سكان اليمن تهددهم شبح المجاعة. قال أيضا أن الصراع الذي سببه الإنسان دفع اليمن إلى حافة المجاعة، يحتاج نحو 19 مليون إلى يعني مساعدات إنسانية، وهناك 7 ملايين الذين يواجهون المجاعة. ربما هذا التقرير أو النداء الإنساني الذي أطلق بداية عام 2017 وإلى الآن لم يحصلوا إلا على 7% من المبلغ الذي طلب، وهو 1,200,000,000 فقط لمساعدة 12 مليون. كيف يمكن تلافي الوضع؟ يعني نحن الآن في الربع الأول من عام 2017 ولم يحقق حتى يعني ربع المبلغ الذي يعني أريد لحل هذه المشكلة الإنسانية. أنا أكرر ما قلته دائما، الحالة اليمنية حالة منسية من قبل المجتمع الإقليمي والدولي إلى حد ما. ما أشاه بهذا الحجم وبهذا المستوى كان يجب أن تلتفت إليها كثير من الجهات الدولية والإقليمية وتقديم الكثير من المساعدات وإنشاء آليات فعالة لتوزيع تلك المساعدات. الشعب اليمني يعيش حالة حرب استثنائية ومحاصر في آن. كما قلت كثير من الدول المنطقة لديها قنوات أخرى لتخفيف المأساة، ملايين اللاجئين السوريين مثلا فروا إلى لبنان وإلى الأردن وإلى تركيا وإلى أوروبا ووجدوا من يعينهم ويقدم يد المساعدة. اليمانيون واقفون داخل أسوار شائكة لا يستطيعون التحرك إلى أي بلد آخر، والمجتمع الدولي والإقليمي أغفل هذه الحالة إلى حد ما. لماذا دكتور دحان، يعني الحالة الإنسانية منسية في اليمن، لماذا يغفل المجتمع الدولي ما يحدث في اليمن؟ لماذا لا نجد فعلا حراكا حقيقيا على صعيد المجتمع الإقليمي والدولي في هذا الجانب؟ دائما السياسة هي الغالبة في تصرفات الدول والمنظمات التابعة لها. كما نعرف أن الأمم المتحدة هي منظمة بالأساس تابعة للكبار وللممولين. فإذا ما قرر الكبار لفت الانتباه بشكل جدي إلى الحالة اليمنية، بالتأكيد ستجدين الأمم المتحدة متفاعلة أكثر بهذا الصدد. أما إذا ظلوا يراوغون ويقللون من شأن الأزمة اليمنية ولا يأخذونها مأخذ الجد كما هو الحال في سوريا أو في العراق، فستظل حالتنا على هذا الحال ونعاني من القصور في المدد الإنساني الإغاثي.
نعم. إذن دكتور، يعني حسب التقارير يعاني قرابة نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد بزيادة 200% عما رصد في عام 2014. للأسف هناك أزمة رواتب ظهرت منذ 6 أو 7 أشهر، نهب المواد الإغاثية التي ربما يعني تصل وتتحول إلى مجهود حربي هنا أو هناك، غياب شبه تام للمعاناة الإنسانية في الخارج، المعاناة الإنسانية اليمنية لدى الخارج. إلى أين يمكن أن يصل الحال، وكيف يمكن لليمنيين أن يتمكنوا من العيش في ظل كل هذه الظروف؟ أنا أعتقد أن هناك خطبا ما ينتظرنا إذ لم نكون نحن المبادرين في تخفيف هذه المأساة أولا كيمنيين، وفي نفس الوقت يجب أن تشن حملة إنسانية في على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم لتنبيه الخيرين في كل العالم إلى ما يدور في اليمن. ويتلو ذلك تشكيل آلية معينة داخل الأراضي اليمنية لتوزيع المساعدات الغذائية التي على شحتها إن وصلت إلى اليمن فتذهب إلى جيوب الفاسدين أو تباع في السوق السوداء. لابد من آلية تضبط إيقاع أداء المنظمات الأممية داخل اليمن عن طريق البطاقة التموينية مثلا، وتحديد الأسر المحتاجة على الأقل حتى في المناطق التي يصل إليها العون الأممي وتصل إليها فرق المساعدة الأممية. نعم. إذن دكتور دحان، ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن من صنعاء. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير عليك وعلى الضيوف والمشاهدين الكرام. أهلا بك معنا أستاذ محمد. اليونيسف ذكرت أن نصف مليون طفل يمن يعانون من سوء التغذية الحاد، أي بزيادة 200% عما سجل في عام 2014. ما هي أو ما هو مصير هؤلاء برأيك أستاذ محمد، وما هي التدابير اللازمة يعني للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية؟ بالتأكيد أصدرت اليونيسف تقريرا بعد مرور عامين على الصراع في اليمن، وأطلقت على التقرير اسم أطفال اليمن السقوط في دائرة النسيان. نعم. من خلال التقرير حاولنا أن نذكر العالم أن هناك ملايين الأطفال في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية، ملايين الأطفال يصرخون من الجوع ومن الحاجة للدواء ومن الحاجة للغذاء والإيواء والحماية، وبالتالي بحاجة أن يستمع لهم العالم. عندما نتحدث عن نصف مليون من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، معناه أن هؤلاء الأطفال عرضة للموت في أي لحظة، أي مضاعفات صحية، أي تأخر في تقديم العلاج اللازم والتدخلات التغذوية العلاجية اللازمة بشكل سليم يعرض حياة الأطفال للموت. الأطفال المصابين بسوء التغذية عرضة للموت أكثر بعشر مرات من الأطفال الأسوياء. أيضا لو نجا هؤلاء الأطفال صحيا من الموت، يكون قدرتهم البدنية وقدرتهم الذهنية أقل، وبالتالي نحن أمام جيل قد يكون أقل نضجا ذهنيا وأقل اكتمالا بدنيا، وهذا يعيق أيضا حركة التنمية والاقتصاد على المدى البعيد. لو كنا نتكلم عن جيل عن أكثر من مليوني طفل خارج المدارس وهم في سن التعليم، نتكلم عن مليوني طفل يعانون من سوء التغذية بشكل عام، نصف مليون منهم بشكل سوء تغذية حاد وخيم. بالتالي نتحدث عن جيل كامل مهدد بأن يضمن لهذا الصراع أن يستمر، بأن تستمر حلقة الفوضى، جيل مجهل وجيل غير ناضج ذهنيا وبدنيا. نعم. الذي ينبغي عمله الآن أولا، وطالبت به اليونيسف وأكرر، أولا إيقاف هذه الحرب والتوصل لاتفاق سلام. لابد أن يضحي أطراف الحرب وأن يحققوا أهدافهم السياسية، ليس من خلال المدفعية والبندق، ولكن من خلال الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض والتوصل إلى اتفاق سلمي يساعد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، ويساعد أنظمة الدولة على الاستمرار بتقديم خدمات الأساسية للمواطنين. اثنين، تقديم الدعم اللازم لصندوق الرعاية الاجتماعية وإعادة تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي، بحيث توفير النقد اللازم للأسر التي فقدت مصادر رزقها، فقدت مصادر عيشها. ونتحدث عن قرابة 1.5 مليون حالة
كانت تعتمد على صندوق الضمان الاجتماعي. كيف يمكن أن تضبط هذه العملية أستاذ محمد؟ يعني إذا كانت صندوق الرعاية الاجتماعية يعني يقال بأنها تم نهبها أيضا التأمينات، كل هذه الأمور على مستوى حتى البنك المركزي لم يظل بحالة منطقية يعني ليكمل عمله، فبالتالي حتى لو مولت هذه الصناديق من يضمن إيصال هذه المساعدات إلى أيدي المحتاجين فعلا؟ سؤال في غاية الأهمية. فعلا الوضع حساس والظروف الحاصلة في البلد حساسة جدا. اليونيسف ومجموعة مع البنك الدولي مع مجموعة مانحين يعملوا على تصفية وتنقية كشوفات صندوق الضمان الاجتماعي أو صندوق الرعاية الاجتماعية، أيضا نحدد آليات تضمن شفافية ونزاهة وصول التمويل إذا ما توفر. فنحن نعمل العمل السباقي الآن في توفير البنية التحتية السليمة، بتدريب الكوادر التابعة للصندوق، بتوفير النظم الإلكترونية وأتمتة هذه الأنظمة، بحيث ما إذا ما توفر التمويل نكون جاهزين للتوزيع مباشرة. اليونيسف تقود هذه العملية وفي تنسيق مع البنك الدولي ومع مجموعة المانحين، لكن لا بد أن يستمر، لا بد أن يبدأ. لا نستطيع أن نعاقب ملايين البشر لأن النظام غير قائم والنظام غير مفعل. لا بد من العمل ولا بد من ابتكار البدائل بحيث نصل للناس قبل أن يموتوا. عندما يموت الناس بالعشرات والمئات ونصرخ للعالم سيقول العالم انتظرتم كثيرا. هذه مناسبة أن من هذا المنبر أقول أنه ينبغي أن لا ينتظر العالم أن تحدث كارثة في اليمن ثم نتباكى ونقول لا بد أن نضاعف الجهود ونعمل على ذلك. اليوم ينبغي وقف الحرب، اليوم ينبغي تكثيف الدعم لأجهزة الدولة بشكل عام على التفعيل وتنشيط النظام التعليمي، نظام الصحة، نظام الرعاية الاجتماعية، نظام الحماية الاجتماعية والنظم الوطنية الكبرى، مؤسسة المياه، مؤسسة الصرف الصحي، مؤسسة الكهرباء، على تفعيل الحياة معطلة، شبه معطلة صحيح. تماما أيضا طيب. تمويل الاستجابة الإنسانية بحيث أنه نستطيع أن ننتعش الناس ونشيلهم من حالة الفقر والمجاعة التي تهدد ملايين اليمنيين. نعم أستاذ محمد، يعني من أين تبدأ اليونيسف مهامها بالضبط؟ يعني هل من مجاعات الأطفال المهددين أم من المدارس كأزمة التعليم أو يعني الصحة أو الأزمة الإنسانية بشكل عام؟ وأين يمكن يعني عملكم بالذات؟ ما هي المناطق التي تغطيها اليونيسف حاليا؟ سؤال يحتاج استفاضة، ولكن أقول اليونيسف بشكل عام بمسارين، المسار التنموي والمسار الإغاثي. الآن تجمدت كل مشاريعنا التنموية إلا قليل منها، ولكن الآن نعمل بكل مجهودنا في كل المحافظات في المجال الإغاثي. فعلى سبيل المثال في قطاع الصحة نوفر اللقاحات لملايين الأطفال، وتكلف اللقاحات ملايين الدولارات وكلفة كبيرة، سواء مسألة شراء اللقاحات وعملية قلبها إلى اليمن والحفاظ عليها في مخازن التبريد في على مستوى الجمهورية، وأيضا تنفيذ الحملات أو توزيعها على المرافق الصحية، دعم المرافق الصحية، دعم بعض المستشفيات الحيوية المهمة في المحافظات التي تشهد نزوح وتشهد كثافة سكانية عالية وبالتالي محتاج لاستمرار العمل في هذه المرافق الصحية. ما هي أبرز هذه المحافظات أستاذ محمد؟ كل المحافظات نشتغل في كل المحافظات تقريبا بدون استثناء، حتى سقطرة نشتغل في سقطرة. في مجال التعليم على سبيل المثال حتى الآن رممنا 618 مدرسة من إجمالي 1100 مدرسة نستهدفها خلال العام 2016 و2017. هذه المدارس تضررت بشكل كلي أو جزئي من الحرب. أيضا وفرنا دعم كبير للأطفال من خلال تنصيب الخيام، أكثر من 500 خيمة، توفير الحقيبة المدرسية لنصف مليون طفل تقريبا، وغيرها من الأمور. في مجال التغذية العلاجية استطعنا العام الماضي فقط في عام 2016 أن نعالج 232 ألف طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، ولكن لا. هل نضمن أن هؤلاء الأطفال سينتعشوا؟ لا، إذا كانت أسرهم لا تستطيع أن توفر لهم الغذاء الطبيعي الذي يوفره أي أسرة بالتالي سينتكس الأطفال ويعيدوا من جديد. نخطط هذا العام لنعالج 313 ألف طفل من سوء التغذية. لا، لكن نحن لا نعمل في بيئة ثابتة، نعمل في بيئة متغيرة ديناميكية تسد ثغرة وتنفتح ثغرة أخرى. في مجال المياه دعمنا مؤسسات المياه في مختلف المحافظات بالوقود، وأيضا دعمنا عملية توصيل المياه للمنازل والمناطق المحاصرة مثلا في مناطق تعز عن طريق الصهاريج بحيث يصل توزيع المياه للناس المحتاجين. أكثر من 3 مليون شخص استفادوا من المياه، بينما المحتاجين للمياه في اليمن يتجاوز عددهم 14 مليون. نعم. ساعدنا نصف مليون نازح تقريبا، النازحين في اليمن حوالي 200 مليون.
لا نستطيع أن نغطي كل الاحتياج، الاحتياج مهول في البلاد ويزداد يوما بعد يوم للأسف، ويزداد يوما بعد يوم. ولذلك لماذا أقول ينبغي أن تقف الحرب حتى نستطيع أن نعمل ونشعر بأن هناك أثر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك دكتور دحان. دكتور دحان، يعني شخص المشكلة الأستاذ محمد الأسعدي، يعني الحل المنطقي لها هو إيقاف هذه الحرب التي ربما أصبحت كالهاوية التي تبتلع كل ما يمكن ترميمه، في محاولة من اليونيسف ترميم المدارس، معونات صحية، معونات غذائية للعديد من الأطفال، ولكن طالما أن الحرب مستمرة هناك يعني كل يوم أرقام جديدة، كل عام هناك ضعف العام السابق من المحتاجين. كيف يمكن أن يفهم السياسيون هذا الأمر ويلتفتوا للأمر الإنساني الذي أصبح يعني هو العائق الأساسي في يعني كل ما يحدث الآن؟ أخت العزيزة، الهدف، هدف إيقاف الحرب هدف شريف ونبيل وغاية في الأهمية، لكن غير منطقي الآن وغير عقلاني أن نبدأ نطرح هذا الأمر كحل تطرحه منظمات المجتمع المدني أو منظمات الإغاثة الدولية. مشكلة الحرب هذه مشكلة مرتبطة بالنخب السياسية العليا، مرتبطة بمصالح الدول الإقليمية، مرتبطة بمصالح العالم. فلذلك دعونا نتكلم عن حلول واقعية منطقية. أنا أشكر الأستاذ محمد على الطرح التفصيلي والمبررات التي أوردها وأوجه النشاط، هذا شيء طيب، لكننا الآن في حالة حرب، والحرب يمكن قد تطول، وليس بيد المنظمات الأمم المتحدة الإغاثية ولا اليمنيين الحل. احنا امام ازمه يمكن ان تطول لسنوات، لذلك لابد من التفكير بحلول فعليه حقيقيه على الارض. انا ارى بانه لابد ان تقام هناك مخيمات تستوعب اللاجئين اليمنيين الذين يقدر عددهم باكثر من 4 ملايين وليس مليونين، اكثر من 4 ملايين في مختلف محافظات البلاد. لابد ان يكون في هناك سجل للاسر المحتاجه للاعانه وتستلمها بشكل دوري. كثير من الاموال تذهب سدى لان العمل العشوائي يضاعف من عدد العاملين في توزيع الاغاثه، وتنفق معظم الاموال اما للعاملين او للتنقل او تذهب سدى بشكل او باخر. لا أريد أن أذكر بعض التفاصيل، لكن بدرجة رئيسية نحن بحاجة إلى آلية منطقية فعالة على الأرض تبدأ. نعم، المشكلة عند هذه التفاصيل التي لا تود ذكرها الدكتور دحان، يعني كثير من المنظمات تشكو عدم استطاعتها من إيصال المساعدات الإنسانية في كثير من المناطق التي يعني سيطر عليها بالذات يعني ميليشيا الحوثي، خاصة ما يحدث في تعز في الحديدة. هناك كميات مهولة من المساعدات وأرقام كبيرة نسمع بها، لكنها لا تصل أو تصل إلى جانب، وأغلبها يعني يذهب إلى مجهود حربي. سمعنا قصص إنسانية. نعم، جبهات القتال. نعم. نعم، يحرم من المواطن البسيط وتذهب إلى جبهات القتال أو تباع في الأسواق السوداء. نعم، هذا ما يحدث. يعني هناك يعني قصص من الداخل تأتي بأن اسمي لم يذكر رغم أن أنا بحاجة لهذه المساعدة لأنني لا أنتمي لسين أو لصاد. عاقل الحارة لم يعني يضم اسمي لأن ابني يعمل في كذا، ومثل هذه القصص التي يعني ربما بأبسط الأمثلة يعني تتدخل بقوت الناس بشكل أو بآخر، رغم أن الذي يقدم هي سلال غذائية ليست حلول يعني على المدى البعيد. برأيك الدكتور دحان، يعني طالما أن أغلب منظمات الإغاثة لا تصل حقيقة إلى من يحتاجون لهذه المساعدات، هناك منظمات تعمل وتعمل ولكن لا يظهر عملها بسبب يعني الزيادة اليومي لهذه الاحتياجات ولعدم قدرتها على تغطية كافة المناطق، إذا لم ينتبه يعني سلطة الانقلاب لما يحدث الآن من مجاعة إنسانية، وإذا لم يتنبه العالم أيضا لما يحدث، فيعني الحل الحقيقي، أنت قلت يعني هناك أنه حل مثالي ونحن نتحدث عن إيقاف الحرب، لما لا يجبر من قبل المجتمع الدولي، تجبر الجهة التي انقلبت أساسا يعني على الدولة، تجبر على الحلول السياسية حتى يستطاع تلافي ما يمكن تلافيه، لما يعني
نظل نستمع إليهم وهم يتحدثون عن الصمود وعن وعن وعن، وفي المقابل نجد أن الفلل تبنى وأن السيارات تشترى وإلى ما ذلك من مظاهر الغناء. أولاً لا نتوقع من المجتمع الدولي أن يكون بديل لليمنيين أنفسهم في إيقاف الحرب. المجتمع الدولي له مقاييسه وله مصالحه. هناك حالات مرت علينا في السنوات الماضية وكنا نعتقد بأن المجتمع الدولي قد وصل إلى مرحلة من القناعة سيساعد اليمنيين في إجبار الأطراف الرافضة للحلول السلمية على العودة إلى طاولة الحوار أو تنفيذ ما اتفق عليه. اتضحت لنا الأمور عكس ذلك، يعني المجتمع الدولي ممكن ينصح ممكن يساعد إلى حد ما، لكن في نفس الوقت نجده يلعب لعبة التوازن، فلا يريد أن يوقف هذا الطرف ولا يوقف ذاك، لا يخذل هذا ولا ينصر ذاك، أي أنه يحافظ على وضع قائم لا ندري ما هي مآلاته النهائية. فلذلك أنا دائما أدعو بأنه لا نربط الحلول الإنسانية الإغاثية بالعامل السياسي أو بإيقاف الحرب. دعونا أولا نبحث عن حلول ميدانية نساعد فيها المستحقين للغذاء والدواء بشكل فعال، ونظل دائما نطالب المجتمع الدولي والإقليمي والنخب السياسية اليمنية التي لا تعي مواطنيها أي أهمية وتذهب في الأموال حتى أموال المساعدات اللي كانت تأتينا ما قبل الحرب تذهب إلى جيوب الفاسدين، فما بالك الآن في ظروف الحرب فإنها تذهب إذا لا كانت لا رقيب ولا حسيب. نعم 90% تذهب إلى جيوب الفاسدين. نعم، إذن الدكتور دحان ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي همدان العلي من الرياض. مساء الخير أستاذ همدان. نعم مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. كونك مراقب للوضع أستاذ همدان، كيف تتابع عملية الدعم الإغاثي في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا مثل الحديدة وبعض مناطق تعز وصنعاء وغيرها؟ في الحقيقة الحرب التي بدأت منذ خروج جماعة الحوثي من صعدة كلفت اليمن يعني خسائر كبيرة، ويعني جعلته يصل إلى مرحلة إنسانية بالغة السوء. كل يوم يمر وأعداد الجياع في اليمن في ازدياد. في المقابل الأعمال الإغاثية ليست بالشكل المطلوب، على الأقل ما يحدث في الأرض. هناك أموال تقدم من قبل دول مختلفة على رأسها دول الخليج العربي، يعني نتحدث عن مليار ونصف تقريبا أو أكثر خلال سنتين، لكن لا نعلم بالضبط أين ذهبت هذه الأموال. تخيلي يا أختي العزيزة، 20 منظمة دولية وأممية إغاثية تعمل في واحدة من أفقر مناطق اليمن التي هي ساحل الغربي، الحديدة، يعني تهامة، ساحل الحجة، أيضا تعز. تعمل هذه المنظمات في هذه المنطقة منذ فترة، لكن نفاجأ يعني حدوث مجاعة، وهذا أمر صادم وعجيب جدا. أين ذهبت المساعدات؟ أين ذهبت الأموال؟ هذه المنظمات عبر الدراسات المختلفة تعرف منذ وقت مبكر بأن هذه المناطق يعني من أفقر المناطق في اليمن من قبل الحرب. يعني أنا زرت بعض القرى في الحديدة، في مدينة الحديدة بجوار الميناء تماما، وقرى يعني بأكملها تأكل من مكب النفايات قبل الحرب. فيعني ما دامت كانت تعرف هذا الوضع، أين لماذا لم تقم بواجبها منذ وقت مبكر؟ وعدد السكان يعني ليس بالشكل الكبير، يعني ما هو الداعي لأن تذهب المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدم من دول مختلفة على رأسها دول الخليج المملكة العربية السعودية، وهذه حقيقة، ما هو الداعي أن تذهب إلى بعض القبائل الموجودة في عمران وبعض المناطق التي تعتمد بدرجة أساسية على الزراعة وربما تستطيع أن تكفي نفسها إلى حد ما؟ ألا تواجه هذه المنظمات ضغوطات أستاذ همدان، يعني من قبل يعني جماعة الحوثي ميليشيا الحوثي، ألا تواجه ضغوطات في آلية توزيعها لهذه المساعدات في أخذ حصة؟ يعني نحن نسمع أن هناك يعني لابد من حصة تؤخذ إجباريا من هذه المنظمات، يعني لا يعلمون أين تذهب، ولكن حتى يتم توزيع ما تبقى لابد أن تؤخذ حصة أو نسبة معينة. بالتأكيد هناك ضغوطات طبعا
مساله اخذ حصه هذا يعني كان اسلوب قديم، لكن الذي يتم الان او خلال الفتره الماضيه ان جماعه الحوثي ضغطت على كثير من المنظمات لتوظيف يعني افراد تابعين لها من خلالهم يتم توجيه هذه المساعدات، ولكي تصل الى كثير من المناطق المحيطه بصنعاء وفي عمران وبعض المناطق على اساس انها هي التي قدمت هذه المساعدات وليس المنظمات وليس بعض الدول المانحه مثل دول الخليج العربي. هذه امور تحدث في الواقع، يعني هناك مساعدات تسلم لبعض المشايخ، اولا توجه من قبل بعض المكاتب او بعض العاملين في مكاتب المنظمات. نحن لا نتهم المنظمات الدوليه بشكل مباشر، وانما مكاتب المنظمات التي يتم توجيه اعمالها من خلال افراد تابعين لجماعه الحوثي، وتوجه هذه المساعدات لتسلم لبعض المشايخ الذي يقومون بدورهم بتوزيعها على الاهالي واستغلال فقرهم، ومن ثم يعني ربما تجييد مقاتلين منها، ربما يعني يعني إجبارهم على اتخاذ مواقف سياسية. هذا كله في الوقت اللي هناك أناس يعني يموتون في المناطق الساحلية. تعرفين أختي العزيزة أن سكان المناطق الساحلية يعتمدون بدرجة أساسية على الصيد، والصيد في كثير من المراحل يعتمد على المشقات النفطية، والمشقات النفطية ارتفعت أسعارها وأحيانا تنعدم تماما، وبالتالي تتوقف كثير من الأسر أو كثير من الناس عن العمل، ولا يجدون ما يأكلون، بعكس المناطق التي جبلية التي إلى حد ما، أنا لا أقول أنها مكتفية، ولكن إلى حد ما تستطيع توفير جزء بسيط يعني يساعدها على البقاء، مقارنة بعدم وجود فرصة بشكل نهائي في المناطق الساحلية. نعم، إذن أستاذ همدان، يعني لو تحدثنا عن حلول لمثل هذه الإشكاليات، يعني الدكتور دحان يرى، وهو ضيفنا عبر سكايب، يرى أن لا نربط الحلول الإغاثية بالحلول الإنسانية، وعلينا أن يعني نبحث عن حلول جادة، طالما أن الحلول السياسية ربما يعني هي مرتبطة بمصالح دول إقليمية ودول يعني وأطراف دولية أخرى، فلابد من وجود حلول عاجلة لهذه المشكلة الإنسانية. ما رأيك أنت؟ أنا أؤكد على كلام ضيفكم الكريم. المسؤولية يعني مسؤولية المنظمات الدولية والحكومة الشرعية، أما جماعة المسلحة فلا أعتقد أنها يعني ستقدم شيء، لأنها لو كانت ستقدم ما يعني أقدمت على هذه الجريمة ويعني ساهمت أو كانت السبب الأول والرئيسي وفي يعني تشريد اليمنيين وتجويعهم ويعني تحويل البلاد إلى هذا الوضع المأساوي. الحكومة بدرجة أساسية بحاجة إلى أن تعلن عن خطة سريعة، يعني تعلن بشكل يعني عن طريق مؤتمر صحفي، لأن هذا أمر مهم، عن خطة سريعة ويعني لطمأنة المجتمع اليمني أو المناطق التي قد تتعرض أو تعاني من مجاعة، يعني تطمئنهم وتوضح لهم آلية الوصول إليهم وكيف بالإمكان يعني تقديم المساعدات وما الذي سيتم. أيضا المنظمات الدولية بحاجة إلى أن تتصرف بشكل حازم مع الجماعات المسلحة التي تمنع من تدفق المساعدات. يعني نسمع كثيرا عن حجز قوافل المساعدات قدمها مركز الملك سلمان للمواطنين في بعض المناطق، ولا نسمع أي احتجاج من المنظمات الدولية التي تقوم بدور الوسيط وتوصيل هذه المساعدات الذي يجب أن تقوم يعني بتوصيلها. القصد هنا أن المنظمات الدولية أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية بالوقوف بحزم أمام. نعم، لكن حين نسألها عادة أستاذ همدان بعض المنظمات الإغاثية، يعني نسألها لما لا تصرحون في بيانات، من الذي يمنع وصول هذه المواد الإغاثية، من الذي يعرقل عملكم، من الذي ينهب هذه المنظمات الإغاثية ولا يوصلها إلا لمن يشاء؟ يردون بأننا يعني لا شأن لنا بالأمور السياسية، نحن نحاول أن يعني نتلافى الاصطدام بقدر المستطاع حتى نوصل ما يمكن إيصاله للبقية. يعني هل تجد أن ذلك الأمر أيضا منطقيا؟
يعني هو من حيث يعني اجمالا كلامهم مفترض انه يعني صحيح، لكن هم لا يقومون بالحياد بشكل صحيح. هم يستهدفون مثلا الشرعيه بشكل مباشر ويقولون عليها ان تتوقفوا، عليها ان تفعلوا، عليها ان تعملوا، لكنهم لا يستطيعون. انا لم اجد بيان واحد يعني ربما مرت علي يذكر فيها الحوثيين بهذه الصيغه، يتم يعني ذكرهم كمنتهكين الا ربما في البيان الاخير، في بعض البيانات الاخيره التي مرت قبل ايام، اما خلال سنتين لا يذكرون بشكل نهائيا، ويذكر التحالف وتذكر الشرعيه بشكل دائم. يعني المنظمات الدوليه او مكاتب المنظمات الدوليه داخل اليمن تحرص كل الحرص على عدم يعني وضع كلمه حوثيين في بياناتها، كي لا يتم يعني لا ينتشر هذا الامر على يعني في انحاء العالم، لانه عندما تصدر منظمه دوليه بيان فوسائل العالم الدوليه ستتناوله، وبالتالي هي غير منصفه اطلاقا. هي لم تحدد ما الذي تسبب في هذه المجاعه، ما الذي يعرقل جهود الاغاثه، ما الذي يحتجز المساعدات التي تقدم من التحالف وتشرف عليها الشرعيه ويحتجزها ويصادر جزء منها، ونحن نطلع على تفاصيل كثيرة في هذا الجانب. أيضا للأسف وهناك معلومة، وهي معلومة يعني مهمة، أنا كنت أشرت إليها في مقال لي في الشرق الأوسط في نوفمبر الماضي. كثير من المنظمات الدولية يعني تتعرض لانتهاكات وأحداث أمنية واسعة من قبل جماعة الحوثي، ولكنها لا تحرك ساكن خوفا ليس من توقف اعمالها في البلد يعني وحرصا على الـ على المواطنين، وانما تحرص على توقف الاعمال ومن ثم تضررها وتوقف اعمال الموظفين الخاصين بها. جزء من هذه المساعدات للامانه يصل احيانا في بعض المنظمات الى 40%، يذهب الى لصالح المنظمه العاملين في هذه المنظمات والمعاملين الدوليين تحديدا. تخيلي موظف دولي يستلم في حدود 12,000 دولار يعني شهريا، وله بدل سفر يعني خلال اجازته خلال شهرين، يعني مبالغ مهوله، وهذه تسقط من المساعدات التي تقدم للمواطن اليمني والتي تعتبر من ضمن المال العام. وهو من هذا المنطلق انا استغل الفرصه واطالب هذه المنظمه بالشفافيه. يجب ان تعرض لليمنيين ما الذي قدمته خلال سنتين، أين المبالغ التي تم تسليمها خلال سنتين، وإلا فإنها لا تختلف عن جماعة الحوثي التي تسترزق أو يعني تقتات من أوجاع اليمنيين. إذن نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ همدان العلي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وأنقل يعني انتقادك لهذه المنظمات للدكتور دحان. يعني دكتور دحان، يجد الأستاذ همدان العلي أن أغلب هذه المنظمات لا تقوم بعملها بحيادية، بياناتها لا تذكر المعرقل الحقيقي الذي يعني يعرقل عملها والذي يصادر جزء كبير من هذه المواد الإغاثية، وتصب دائما في انتقاد التحالف أو الحكومة الشرعية، ونحن نعلم تماما يعني ما الذي تواجهه من قبل ميليشيات الحوثي. هناك أيضا أنها تتعرض لانتهاكات لا يتم ذكرها، ليس خوفا على بقاء عملها ومساعدتها الآخرين، وإنما تحرص على عدم توقف هؤلاء الموظفين الذين يستلمون مبالغ ضخمة كأجور، يعني ربما تصل إلى 40% من هذه المساعدات حسب قول الأستاذ همدان العلي. ما رأيك؟ أنا أعتقد أنه أنا أشرت سابقا إلى التبذير في أموال الإغاثة، والتبذير يعني الكثير، هناك طرق عديدة للتبذير، منها ما ذكر الأستاذ همدان العلي ومنها ما لم يذكره، لكن خلونا نصنف المنظمات المقصودة بالنقد. من هي تلك المنظمات؟ هناك منظمات محلية أو وطنية طبعا تتأثر بالوضع العام، الوضع السياسي العام سلبا أو إيجابا، والبعض منها لها ميول لصالح هذا الطرف أو ذاك، والبعض الآخر ربما بني في مرحلة معينة لا يستطيع أن يغير من 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 لغته، يعني لغة التعامل أو توجهاته.
المشاكل هي عديدة، لكن أنا أقول أنه التركيز يجب أن يصب تجاه المنظمات الدولية اللي ترعاها الأمم المتحدة أو السوق الأوروبية أو غيرها، والتي يجب أن تعمل بشفافية وبفعالية لأنها تتمتع باستقلالية تامة ولديها الكثير من الأموال. الفساد والإهدار ليس فقط في جهة واحدة، ربما في كثير من الجهات. أنا أذكر أنه عندما وزعنا في إحدى المنظمات في إحدى المحافظات سلال غذائية وكانت متواضعة، جمعنا أثمانها من متبرعين أفراد في الخارج. عندما وصلت تلك السلال إلى المواطنين كانوا منبهرين، قالوا كيف نستلم السلال بهذا الحجم ووصلتنا سلال من مركز الملك سلمان أقل من هذا بكثير؟ أي علينا أن نفتش دائما عن أوجه الخلل في كل الاتجاهات. وأنا لا أود هنا أن أوازن أو أساوي بين الضحايا أو بين المفسدين، لا على الإطلاق. أنا يهمني الإنسان اليمني المحتاج كيف يحصل على قوته وعلى حبة الدواء التي يحتاجها. لا بد من تفعيل دور منظمات الأمم المتحدة، ولا بد من توجيه النقد إليها بشكل جاد لكي تلتفت إلى الواقع، ولا يمكن أن نسرد إنشائيا دون أن نقترح آلية. أنا قلت أنه يجب أن يكون في هناك مخيمات واضحة في معظم المحافظات اليمنية تستوعب النازحين اليمنيين، ومن لم يستطيع أن ينجح للمخيمات نتيجة للظروف والثقافة السائدة في البلد على المنظمة هذه أن تقوم في إنشاء سجل خاص وتوزع بطائق غذائية ودوائية. لا يمكن أن تستمر الفوضى هذه وتوزع. خلال عامين دكتور يعني، ولم يتمكنوا من ذلك، من عمل هذه السجلات، من عمل بطائق غذائية. يعني إذا كان يعني دور المنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى لم يعمل بشكل حيادي، أو أي منظمة لم تعمل بشكل صحيح، يعني من الطرف الذي يعرقل أداء هذه المنظمات حتى تعمل بشكل حيادي، حتى تعمل يعني كما بنودها الأساسية، أن يكون الإنسان أولا، أن تسعى لإنقاذ هذا الإنسان الذي تتدهور حالته يوما بعد يوم؟ أولا، إلى الآن أنا لم أرى الآلية للاستثنائية نتيجة لظروف الحرب. حتى الآلية اللي يتكلم عليها الأخ محمد الأسعدي تعتبر آلية في ظروف السلم، عندما نركز على المدارس، على المياه، على المستشفيات بشكل عشوائي. في ظروف الحرب لابد أن تنشأ مخيمات تستوعب النازحين من بيوتهم ومن قراهم ومدنهم. هذه آلية فعالة وآلية ضرورية. الشيء الثاني، عندما نقول التسجيل، ممكن الاستعانة في كثير من الجهات ولو بنجاح نسبي. أما بالنسبة لمن يهدر المواد الغذائية التي تصل إلى الموانئ أو التي تذهب إلى الأسواق، فنحن نعرف تماما، وكثير من الجهات تكلمت عنها، والمواطن اليمني أيضا يعرف بأن هناك مواد إغاثية بيعت في الأسواق وأنتجت منها علامات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وتباع في الأسواق السوداء بشكل علني وبشكل مجاهر. أما ما يصل منها إلى جبهات القتال كمجهود حربي فحدث ولا حرج. نعم. إذن ختاما دكتور دحان، يعني في دقيقة، كيف يمكن أن توجه خطابك لكل من المنظمات الإغاثية، الميليشيا الحوثية، التحالف العربي، الحكومة الشرعية؟ كلامي موجه أولا للمنظمات الدولية وبالذات الأمم المتحدة، بأن يجب أن يكون في عندهم ضمير عالي للتعامل مع الوضع الإنساني في اليمن، ويجب أن يكون في هناك بحث عن آلية تفرضها الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لديها القدرة على أن تفرض آلية رغما عن كل الأطراف. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أوجهها إلى السلطات الأمر الواقع في صنعاء أو في الحديدة أو في بقية المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، بأن يخافوا الله في مواطنيهم وأن يبذلوا كل ما في وسعهم في محاربة أو في الحد من الفساد، وأن يسمحوا للمواطن بأن ينال لقمة عيش على الأقل تقيه من الموت وحبة دواء. أما بالنسبة للسلطات الشرعية في المحافظات الأخرى، لابد من التركيز على أوجه الإهدار التي تحصل في كثير من الحالات،
وبإمكانهم إنشاء آلية معينة، وفي الأخير للطرفي الصراع في اليمن لابد أن يكون في هناك ضمير إنساني وازع ديني وازع وطني وأخلاقي. لا يمكن أن يكون الوضع السائد هو مصدر إثراء لتجار الحروب فقط، لابد من التفكير بأن هناك رب يحاسب الجميع وهناك مسؤولية وطنية ومسؤولية إنسانية وأخلاقية. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور دحان نجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. الشكر كذلك للضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، الأستاذ محمد الأسعدي والأستاذ همدان العلي، ولكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.